كما وعدناكم الاجهزه دي حصر في هارموني يا جدعان والله. الجهاز الاي كيو 10 برو طبعا فيفو مع شركه بي ام عامله تليفون. بص عامله ازاي. بص هو بيتكلم عن نفسه، التليفون ده بيتكلم عن نفسه. اولا الجهاز ده بيجي من بره مصر، ملوش وكيل هنا. الاي كيو ده الجهاز ده انتوا شايفين شاشته عامله ازاي. اول حاجه شاشته ال تي بي او اموليد 120 ماشي. الجهاز ده بطاريه 4700 ورامات 12 و512 مساحه و256 مساحه. الجهاز ده بقى جايب كاميرا 50 ميجا بكسل و50 ميجا بكسل و15، يعني الاثنين الكبار 50 ميجا بكسل و50 ميجا بكسل، والاماميه 16. بيصور فيديو 8K يعني اعلى حاجه. طبعا سماعات ستيريو، جهاز جامد جدا بس طبعا مش هتلاقوه كتير يعني. الجهاز ده بيبقى قليل قوي يعني، بيجي من بره ماشي. ومعاه في العلبه كمان عاملين بقى عشان عارفين ان انتوا مش هتقولوا اكسسوار، جايبين له جراب ابيض في العلبه، ومعاه شاحن بقى ايه نازل بشاحن 200 واط، يعني يخلي الجهاز يشحن في اقل من ربع ساعه الجهاز ده يتفول. يعني 4700 بطاريه اهلك فيها، واول ما تيجي تشحنه مش هتقعد ربع ساعه وتمسك الجهاز تاني. الجهاز ده احلى حاجه فيه مش هتكلم عليها غير شكله. شكله ما شاء الله، لما برضو شركه بي ام تخش في حاجه لازم تخلي الحاجه زي الفل. بص الجهاز عامل ازاي. بس فل.